السلام عليكم ورحمة الله. أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، ثم دلنا على الطريق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة عظيمة الإيمان قوية الإخلاص تدعو إلى الخير، والخير هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبواب الخير، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام. ومعنى المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وضده المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا. وأعلى درجات الأمر بالمعروف هو الأمر بتوحيد الله، كما أن أعلى درجات النهي عن المنكر النهي عن الشرك بالله. ولكن هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم ومسلمة، أم فرض على الكفاية؟ ومعنى فرض على الكفاية أنه يسقط عن الناس إذا قام به من يكفي من الناس. نظر أهل العلم إلى قوله تعالى ولتكن منكم أمة، وانقسموا إلى فريقين. يرى أكثر أهل العلم أن المقصود من قوله تعالى ولتكن منكم أمة التبعيض، ويكون المعنى المقصود ليكن بعض منكم أمة. فدل ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. ويرى الفريق الآخر من العلماء أن من في قوله تعالى ولتكن منكم أمة بيانية للجنس، ويكون المعنى المقصود لتكونوا أيها المؤمنون جميعا أمة. وبذلك يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على الجميع. ولأن الموضوع مهم جدا وبيمس حياتنا في كل يوم، خلونا نتناقش شوية فيه. يا ترى حضرتك بتميل أكتر للفريق الأول اللي بيقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، أم مع الفريق الآخر الذي يقول أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة؟ في رأيي المتواضع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون أحيانا فرض عين وأحيانا أخرى فرض على الكفاية. فهو فرض عين على الأب والأم للابن الذي لا يصلي في المسجد دون عذر، وفرض عين للأب والأم على البنت التي لا ترتدي الحجاب عند البلوغ، وفرض عين على المسلم إن لم يجد من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو فرض على الكفاية لمن ليس له ولاية أو سلطة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويجب على كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتحلى بالعلم والحكمة والصبر والرفق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بضاعة الأنبياء، فاعرضوها بأخلاق الأنبياء، وتذكر دائما أن الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولو قام كل منا بدوره بإخلاص وصدق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لزاد المؤمنون والطائعون، ولقل الكافرون والضالون، وأولئك هم المفلحون، الفائزون بالمطلوب والناجون من المرهوب. وأصل كلمة مفلحون من فلاحة الأرض، فالفلاح يأتي ببذرة ويضعها في الأرض، فتنبت البذرة شجرة، فتعطي الشجرة آلاف الثمار. وكذلك المفلحون يعملون عملا بسيطا ويعطون أجرا مضاعفا أضعافا كثيرة. جزاكم الله خيرا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك